مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير المغربية بطريقة كتير رائعة وحلوة وإن شاء الله تنال أعجابكم بهيدي الطريقة الحلوة والرائعة. بسم الله الرحمن الرحيم. لنبلش الطريقة مع بعض. اول شيء عندنا فروج غسلته ونظفته منيح، بحط مي وبحط ملح. هلا بنحط الفروج على الغاز، بغطي الطنجرة وبتركه ليغلي. عم بعمل انا وياكم كل شيء بالتفصيل عشان تعرفوا الطريقة بالضبط. بس شلنا الرغوي هلا بحط الزفرة، في ناس بيقولوا لا، بحط ورقة غار، بصلي كمان، بحط عود قرفة، عودتين صغار حطيناه، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة سبع بهارات. بخفف الغاز درجة هلأ وبغطي الطنجرة ليستوي عنا الفروج. بالوقت اللي عم بسلق فيه الفروج أنا وياكم بدنا نكفي الطريقة، عندي هون كوب كبير مغربية وكمان مي مغلي، يعني أنا اختصرت الوقت بدون ما أغلي مي على الغاز وحط المغربية، غليت المي بالكتل. بحط المغربية كمان المي المغلي، ما كترت مي، حطينا تقريبا كوب ونص من هيدا مي. بحط فوق الملح وحولي ملعقتين طعام زيت نباتي. هلا بحطن على الغاز. هيدي المغربية بس استوت نص، استوت يعني على النص، هلا بدي صفيها من المي اللي فيها. صار عنا هون مرقة الفروج والمغربية اللي صفيتها من المي. بحط فوق المغربية مي من الفروج، وإذا كان جاهز الفروج سلقينه قبل بوقت بسلق دغري المغربية بمية الفروج. حطينا قسم من مية الفروج فوق المغربية، هلا بحطها على الغاز لنكفي سلقة. نحنا سلقناها نص سلقة، هلا بدنا نكفي السلق. بس نشفت عندي المغربية بهيدا الشكل واستوت منيح، هلا بحط فوقها حمص. عندي علبة حمص رح حط النص تقريبا. حطيت الحمص، كمان بحط ملعقة طعام سمنة. السمنة بتعطي نكهة كتير كتير رائعة وطيبة. يلي ما متوفر عنده سمنة ممكن يستبدلها بزبدة. ملعقة صغيرة قرفة، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات. نص ملعقة صغيرة كراوية. هلا بحركها. يلي بحب الكراوية ممكن يزيد اكتر، ما في اي مشكلة. هيدي المغربية هلا صارت جاهزة عنا. ما سلقت كتير الحمص عشان كتير مستوي عندي. حطيت بالطنجرة حوالي 5 معالق طعام زيت نباتي. بدي أقلل بصل، بغطيهم وبتركهم لياخدوا اللون الذهبي. كمان هيدا البصل اللي قليناه مع بعض
بحط فوق البصل مرقة الفروج، بحط الحمص، كمان بحط قرفة نص ملعقة صغيرة، فلفل أسود ربع ملعقة صغيرة، سبع بهارات نص ملعقة صغيرة. يعني هيدي المغربية البهارات اللي بطيبوها. رح حط شوية شي بسيط دجاج، بتركن يغلوا مع بعض. أكيد بغطي الطنجرة. بعد ما غلوا حوالي 10 دقايق هلأ بطفي الغاز، كمان صاروا جاهزين للتقديم. بعد ما صارت المغربية جاهزة للتقديم هلأ منحطها بوعاء. بسم الله. صراحة أنا بعمل مغربية طريقة تانية، هيديك الطريقة أسهل بكتير من هيدي وكتير طيبة. شو رح أعمل؟ رح أحط لكم رابط المغربية التانية اللي بعملها السهلة، وأنتوا بتختاروا بين هيدي وبين هيديكي. عرفتوا كيف؟ هلا بحط كمان دجاج. بسم الله. بدي احط كمان المرقة والبصل. هيدي المرقة اللي بحب شو بيعمل؟ بحط صحن مغربية وبرش هيك مرقة وبصل على الوجه. هيدي المغربية اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.